صباح اللي بيزيكم اش اخباركم اش كتعاودوا ناشطين ماشطين ديما باغ صباح الحمد لله الطاقه. وين قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش تخليو ليا دي لايك اي دي كومونتير واللي مازال ما تابوناش يهبط على تابونا كنبارطاجي معكم داكشي زوين وخفيف وظريف ناشطين ماشطين مع بعضياتنا. المهم لا فيديو ديال اليوم غادي تبان لكم الكوزينه يا الكوزينه دونك غادي نشارك معكم واحد لو تروك لي ملي كيجيني الجوع وديفيرون على لي زوتر روبا. المهم تبقاو معايا وغادي تشوفوني شنو غادي نطيب. واو نهيرة غادي تطيب سينون تهيت كوزاميا ميديال الدار وما بغيتهاش بلي فريت يعني ما بغيتهاش بطاطا مقليه دونك غادي نقول لكم لا غوسيت شنو فيها اكزاكت شنو غادي ندير فيها. بقاو معايا وكملوا لا فيديو حتى الاخر بوغ كومسا تعرفوا لي زيتاب لي كندير في هاد اللعيبه ديال كوزاميا. سينا انا ما كنديرش فيها بطاطا مقليه كندير فيها بطاطا مسلوقه. سينا انا غادي نوريكم لي زانغريديون لي غادي ندير اللعيبات اللي غادي ندير فيها. المهم ثاني جوع كنت خارجه وعاد دخلت وقلت بوكو با زعما غادي نديرها بوكو با نشاركها معكم ايتو. المهم مشينا هاد كوزاميا غادي نستعمل فيها انا بطاطا مسلوقه اللي ديجا سلقتها وجات بهاد الطريقه. ابخي غادي ناخذ الدجاج اللي مازال ما قطعتوش طريفات انا ما كناكلش العدن دونك خديت صدر ديال الدجاج وغادي نقطعو طريفات صغار بهذه الطريقه. سينو غادي نحتاج قبيصه ديال الملحه الزعتر على هكا وغادي نحتاج الثومه والزبده وبقى معايا. المهم غادي نشد البطاطا وغادي نديرها بيوري. المهم نديرها بيوري وابخي نرجع معاكم. درت لا بيوري هكا درت القياس اللي بغيت انا. غادي تقولوا لي علاش زعما ما تقرطيش البطاطا هكاك ودخليها هكاك لا كتجيني قاصه. كنفضل انني نديرها بيوري باش دغيا كتكل خطيره البنات خطير 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 وحسن من البطاطا مقليه انكم تقليوها بالليل مثلا. حقاش دابا انا الليل هذا مثل ديال منتصف الليل. المهم سيطا هادشي اللي كاين دونك دابا غادي نقرد تقطع الدجاج وانا معاكم. بعد ناخذ مقله صغيره غادي نشعل عليها وغادي ناخذ هاد الزبده هاكم وصوت الزبده. غادي تقولوا لي كتشقي بالطفال كبار عادي انا مولفه عادي اون بلوس دو سا انا ما كنديرش لي فوزونغل بزاف راكم عارفيني مع الصاله وكذا كما راكم عارفين ما كنصبغ وما كنلصق وما كندير لو جيل الا في بيريود ديال لي ريغل ديالي دونك انا دابا في بيريود ديال لي ريغل ديالي. المهم سي سا هادشي اللي كاين. هذه كتنفع في الثوم دفع الثوم فيه وغادي ناخذ هذه وغادي ندير
هاد القطعه ديال الدجاج والثومه والزعفر ثم الزبده من عاود ليكم خطير 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 هادشي خطير حاسه واش نطرا لي دابا مبقيتاش عندي هبط الزبده سينو سخفت عرفتو طفيت البوطة طفيت البوطة كلشي بغيت نديكم معايا ولكن داكشي خفان زربان سخفت عندي غير لاكخيم فخيش لاكخيم فخيش حلو هو جيب غادي ندير لاكخيم ياكو ابخي غادي نزيد عليها موزاريلا وغادي نخلطها مع الدجاج نزيد عليها شويه ديال الحليب باش ترى خفيف باش تجي رهيفه شويه اللي كيبغيها عقدي خليها ما يزيدش على الحليب دابا غادي نجيبو موزاريلا هاد الطرف الاولاني غادي نديرو هكا وابخي غادي نقطعو طروفة في حركتها ما فيا لي حكا فهمتو دابا ما فيا لي حكا شتو الطروفة وغادي نحطوهم وغادي نخليو هادشي يدوب غادي تشوفوني قبيله شعلتو ها هو عندنا لتحت صافا هادشي ديال كاين دونك هانتوما معايا حتى ندخل ونوريكم المذاق وداكشي وداكشي وحيت المذاق حلو 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 غادي نشد هادي اللي كدير فيها كوزاميلا وغادي ندير شويه ديال البشاميل هنايا قوة الجوع اللي فيا صافا حيت ناكلها المهم غادي نهبطكم تانتوما معايا باش تانتوما توجدو معايا وتاكلو المهم غادي نديرو شوية ديال البيشاميل هنا خير غادي نشدو هاد البطاطا أو غادي نديروها هنايا كي مشيت حكيت هاد الموزاريلا وجيت غادي نديرو لها غادي نشدو هدا لي جاي معلك يا ختي معلك وغادي نحطو هاكا وغادي نبقاو نديرو طبقة 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 فوق طبقة طبقة فوق طبقة طبقة فوق طبقة المهم غادي نزيدو فحال هكا البطاطا بوغي مع ماليلا يا اختي تسرى بنين والله اما واحد الريحه ما نعاودش ليكم يا اختي ابخي غادي ندير شويه ديال الفرماج انا جاتوغ شي حاجه سميتها الزعتر كنحمق عليها وابخي غادي ندير شويه ديال زيت الهود فعالك وغادي تكون ويزدو المهم هيا
وجدتها ودابا غادي ندخلها للفران. طيب ميم با اي دوغري ديك الفرماج ونفوها له. دابا غادي ندوقو. المهم حدايا هنا صافرين حدايا انا ما بغاوش يبانو. المهم هما غادي يذوقوا ويقولوا لي كنت انتما كيف. انا غادي ندير مع الحار. سي بون بنين صافرين عاد فايقه من العاد صوتها مدخ. فانا عاد غادي ندوق اكسي بنين خصني ندير لك شي قهوة خطيرة. شنو ندير زنقة؟ واعرة واعرة. ما طيبش انا شي حاجة كرهت اليوم. كنطيبش اليوم. شنو نبقى نقلي ولا؟ سي فغي لا بيوغي فدني مهم ناكل بحاجة معاكم. سينو لا فيديو ديالنا هنا فين غادي تكون سهلة. تتلاقاو فيديو جديد فلوك جديد ولا بحال لا فيديو ان شاء الله. وما تنساوش تخليو ليا دي لايك اي دي كومونتير. كرو بيزو باي باي.